لو حد دخل عليك بسكينة وراح مثبتك ايه على الصدر من هنا بالشكل ده. خليك معايا عشان نعرف اتخلص منها ازاي بكل سهولة. اول ما بحط السكينة على صدرك بالشكل ده ما تتوترش وما تخافش وما تحاولش تعمل اي حركة غريبة او ترجع لورا من غير ما تتحرك او تروح على اي اتجاه من الاتجاهات دي. كل اللي انت هتعمله ايدك الاتنين هيبدأوا يتحركوا في نفس التوقيت اللي انت هترجع فيه لورا. ايدك الاتنين بيبدأوا يتحركوا بالشكل ده. ايد الشمال هتمسك مفصل الريست والايد اليمين هتمسك من عند عضلة الريست في نفس التوقيت اللي انت بترفع فيه ايدك بترجع فيه لورا اهو، وبتلف في الدوران ده وبتتني مفصل الريست وبتضغط عليه بالشكل ده اهو. ايد الاتنين بيبدأوا يتحركوا في نفس التوقيت اللي احنا بنرجع فيه لورا اهو. بناخد الدوران ده وبنضغط على مفصل الريست للاتجاه ده او الاتجاه بتاع كتفه عشان نشيل حركته خالص. ناخدها مع بعض بشكل سريع بقى اهو كده. انت شليت حركته خالص اهو، بقيت انت اللي مثبته بالسكينة اهو من غير ما تعمل اي حركة غريبة. خليك هادي وعندك ثبات انفعالي عالي اهو. ايدي الاتنين بيبدأوا يتحركوا وانا برجع لورا، الاتنين في نفس التوقيت، بتلف الدوران ده كده وبعد كده بتضغط على مفصل الرس ده ناحية كتفه اهو. انت كده ضاغط على مفصل الرس وضاغط على مفصل الكوع وعلى مفصل الكتف والسكينة من ايه متثبتة على جسمه هو من غير ما تتعب نفسك اهو. مينفعش بقى تروح ناحية اليمين او ناحية الشمال او ترجع لورا من غير ما تحرك ايدك، ومينفعش تطلع لقدام طبعا. وكل اللي انت هتعمله اللي انت ايدك الاتنين بيبدأوا يتحركوا يمسكوا الماسكة دي في نفس الوقت اللي انت بترجع فيه لورا، بتاخد الدوران ده كده اهو وبتتني مفصل الرس ده الناحية دي عشان تاخده ناحية كتفه كده بالشكل ده كده، بتعجزه بشكل نهائي. أهم حاجة تختار التوقيت الصح اللي هتنفذ فيه الحركة. إيد الاتنين بيبدأوا يتحركوا في نفس التوقيت اللي أنا برجع فيه لورا أهو. الاتنين بيبدأوا يتحركوا أهو وأنا برجع لورا أهو، وباخد الدوران ده وبعد كده بضغط صباع الإبهام بتاعي بيضغط على عضلة على مفصل الريست بتاعه وبتاخده ناحية الإيه؟ ناحية كتفه بالشكل ده.